سمير عامر. سمير عامر صاحي. صاحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الفل، صباح النور، صباح الياسمين، نهاركم الزين. رانا في شهر رمضان، رانا في لو ديزيام جور، يعني لو انتيير تاع رمضان، وان شاء الله راكم صمتوا بصحة ولهنا، ومازلنا 20 يوم ان شاء الله شهر رمضان. واش نقول لكم؟ واش قال لي اليوم رانا عند قشقاش الحاج، قشقاش الحاج مع العائلة تاعو، بنت بنته، بنت بنته. واش راك يا زينة؟ خير؟ واش راكي؟ راكي مع جدو؟ كيف تعيطي له؟ بابا. بابا، تعيطي له بابا، راكي عند بابا، ها؟ كيف راكم تشوفوا الشهبة والفرطاسة؟ نعم، فرطاسة، إيه. واش نقول لكم؟ ما تنساوش تلايكوا في لي فيديو تاعي. واللي مش ابوني ابوني وديروا جيم، كثروا لي جيم وكثروا لي كومونتير. المهم مازال الفيديو ما خلصتش، وتابعوني مورا فيديو هذا كان كان جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديري باي باي، ديري باي باي، ديري باي باي، ديري باي باي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اجواء رمضان توجور، اليوم رانا في ملوزة. ملوزة، هاي ملوزة خويا، راك كالم، راك كالم. ها واش راك الحاج؟ صافا لاباس بخير؟ صافا صح لاباس بخير؟ والله لاباس. واش تقول لهم يتفرجوا فيك؟ اه واش تقول لهم؟ غلبك رمضان. لا مش غلبنا. ها وكيف ما هدر معنا؟ زال 10 بزاف خلاص، اليوم 10 ايام. اليوم 10 ايام ما خلاص، رودينا يا خويا، رودينا 10 ايام خلاص. رودينا صحا ولا هنا نورمال. واش قلنا سامي يتفرجوا فيك في الخارج؟ ومصحة لفطوركم. اه. اه. وتوجور. صحة عليكم. اه يعطيك الصحة سيدي. او كيما نقولوا احنا قشقاشة وتوجور ميم سيستيم. ما يبدلش. انسيان ماغازان. ايتاجيرات ايتاجيرات تاع بكري. وشوية سلعات بدلت برك. شوية ما كانش بزاف. ما كانش سلعات، بدلت الحالة شوية. ما كانش بزاف. وراك عقب لا كريم، سندير لا كريم ما ديرش. ما نعرف لا المول لا. اه والغلا راه طالع، السنه ما كانش يعني مصاري بزاف. الناس راح شميل. شميل جاي يشري الدخان. شميل واش راك اخويا؟ جميل اروح منا. جميل اروح منا. جميل جي منا ادخل منا. جميل اروح اسمع. جميل جميل شوف هاك جميل. جميل جي منا ها ها الدخان. سي جميل. سي جميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامحوني راني صايم، نساني شوية التلوث، وأنا مع دو كركاس تاع راس الواد. لي في كركاس دو راس الواد. عيك علي حنا كركاس دي جو كيما حنا دو كركاس. أنا مع علي ومع سيد شريف، عمي شريف. عمي شريف واش راكم بخير؟ واش عليك؟ واش مع رمضان؟ كيف راك؟ كيف راك تعقب رمضان؟ الله ينتيك والله. هذا هو مروح. هذاك مروح. 6 اور دي ماتان حتى دوكا مروح والله غير مروح. 6 اور دي ماتان. الله يبارك. الله يبارك. هاني ندي البن والحليب. وعمي شريف واش راك؟ الله بخير الحمد لله. اش كيما تقول الناس راهم يتفرجوا. هذه كي تشيف درت عنده اسكان. درت اسكان مع عند عمي شريف عندك الحق. مع صحيبنا وخلاص. انت تروح اليوم. ها روح هناك. انا مزلت اسكان تاعي ما كانش. هاي واش انا مزلت انا. المهم واش نقول لكم انا ساعه فطوركم. كل عام انتم بخير ان شاء الله. بارك الله فيك. وبلا مزيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا في كارتي ملوزة. رانا في كارتي ملوزة. او لي زونسيان تاع ملوزة. واش راكم بخير لاباس؟ واش قلنا سامي تفرجوا فيكم؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم ان شاء الله علينا وعلى المؤمنين الكل. امين رب العالمين. امين رب العالمين. امين رب العالمين. والحمد لله في ملوزة الدولة. ملوزة ما تبدلتش، بقات هي هي. أقدم الحوانت أنا. أقدم الحوانت، أقدم الحوانت. هو وقشقاش. أنتم أنتم قبل قشقاش. على البيدون برك، على البيدون برك صافية برك تعرف. بيدون صافية تاع بكري. أي أنت زاد أخوي. اللي دوكا راه ما كانش خلاص أخوي. ملوزة توجور. اليوم زرنا كارتي ملوزة يا أخي. هاي صحي توس. هاي أنت زاد أخوي. السلام عليكم توجو في ملوزة. رانا عند الحفاف تاعنا حبيبنا. واش راكم بخير؟ الله يبارك. صافا لاباس؟ راك تحفف الاولى؟ انا نحلقوا. راكم تخلطوا؟ راك تخلط الاولى؟ انا نخلطوا. واللحيه راح تنحيلوا ولا ما تنحيلوش؟ اللحيه ما نحيوهاش. ليه هذا؟ ليه هذا؟ واش راكم لي جون بخير؟ صافا راكم في اجواء رمضان في راس الواد؟ راح تحفوا زعما مازال العيد يا اخي. مازال هذا ابرونتي ولا كيفاه؟ هذا ابرونتي ولا غابين الطابليه.
الغطاب ديالك كساوك والله. واش راكم بخير؟ لاباس بخير الحمد لله. الحمد لله, الله لله. واش نقول لكم؟ واش قول الناس اللي يتفرجوا فيكم؟ صحه رمضانكم وان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا وصحه فطوركم وصحه عيدكم. اي صحه يعطيك الصحه. السلام عليكم. انا مازلنا ان شاء الله قبل عيد نزوركم ان شاء الله, إن شاء الله, إن شاء الله. كما العام الاول كما العام الاول. يا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وصحه فطوركم. السلام عليكم. رانا عسان, راه رمضان غلبوك. واش راك؟ بخير صافا لاباس. واش راك مع رمضان هذا؟ والله الحمد لله. ورانا اليوم, ورانا اليوم ورانا كارتي هذو كارتي تاعنا في ملوزة. ملوزة اي والله اي باش الناس على بالهم بلي انا في ملوزة. واش راك بخير؟ والله لاباس. واش راك مع رمضان هذا؟ صافا بيان بيان والله غستعرف بيك. والبنات هذو واش هم فاطرين ولا صايمين؟ اه واه فاطرين. فاطرين. راكم تاكلوا في رمضان؟ ناكل في الخضرة. في الخضرة ثانية؟ الله مليحه سيدي. واش راكم بخير؟ لاباس والله غير لاباس الحمد لله. واش قلنا لهم يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم؟ كلمه صغيره. واش نقول لهم؟ لازم الانسان رمضان هذا لازم يقوم بالواجبات تاعو وتاع رب العالمين وخلاص. يعطيك الصحه سيدي. هذاك هو الصح. هذاك هو الصح. هذاك هو الصح. يعطيك الصحه سيدي. شكرا. السلام عليكم. واش راكم بخير؟ لاباس خير صافا. واش راك لاباس؟ صحه لاباس. رانا كنا في كارتيكم اليوم درنا جوله في ملوزه. اهلا وسهلا بك. واش راكم بخير لاباس؟ واش قلنا الناس يتفرجوا فيك؟ نقول لهم صحه فطوركم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. عايشك يبارككم في عمركم ان شاء الله. عايشك يرحم والديك. هيا السلام عليكم. هذا هو كارتي ملوزه كما راكم تشوفوا فيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. توجور في اجواء رمضان في راس الواد. اليوم رانا في عند حبيبنا. واش راك اخويا؟ لاباس. اك انا خدامه. الله يبارك. هو صايم والله غربي. يعني قداش الصباح تبدا تخدم؟ ثمانية. قداش تروح؟ خمسة. والله جبتها من الجول. الجول يتسمى نورمال. والله عندك نورمال. ومن بعد نحيق الشك وهذاك وتولي بوكوس. عادك ساعه سي صبرك دايرين رمضان صباه ويشاوه. والله استعرف ما كان. والله يعطيك الصحه سي اسامه. واش مع رمضان؟ واش والله الحمد لله يا ربي راه نكملوا فيها وخلاص. هاك تكم. واش تكمل فيها؟ ويجي رمضان يروح يروح ويجي يروح ويجي وحنا اللي نروحوا كلش يفوت. واش قلنا سامي يتفرجوا فيك؟ واش قول لهم؟ واش راه نقول لهم؟ الله فاجر محلول قدامكم وصحه فطوركم ومرحبا بكم من 8 ل 5 تاع العشيه. ها يا سيدي يعطيك الصحه اخويا. يا السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله. كلمه صغيره على شهر رمضان الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد, وش نقول لك اخونا فؤاد؟ رب العالمين فرض علينا الصيام ايام معدودات. ورانا في الايام العشر الاولى مازلنا 20 يوم. لازم الانسان يصلي ايام تاع رمضان كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران. الانسان لازم ينوع العباده والطاعه من تلاوه القران الى قيام الليل صلوات مكتوبات تكفير السيئات ورفع الدرجات. وشهر رمضان هو شهر التسامح, شهر المغفره, شهر الرحمه. الانسان اللي ما عندوش جار يدير جار, الانسان اللي ما في جار يحسن الجار, الانسان اللي قاطع الرحم تاعو يسيرها في هذا الشهر يغتنم هذه الفرصه لان الاعمار قصيره بيد الله. والرسول قال عمر امتي بين 76 وقليل من يتجاوز. الانسان يصل وفيه ليله في ليلة هي ليلة القدر أخفاها الله عز وجل لعظم شرفها تعادل 83 سنة وبضعة أشهر. إنسان يصال العبادات ومنها الصيام. الصيام هذا لتأديب النفس مش للكف على الجوع ولا والشر فقط, وإنما لكف النفس عن الأذى عن أذى الآخرين. والرسول لما قال المصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم المسلم الناس من لسانه ويده. نسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان الأيام العشر هذه نسأله أن يختم لنا بخير. نسأله أن يختم لنا بخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعطيك الصحة. بارك الله فيك.